مؤسستين، إما مؤسسة الوساطة البنكية أو عبر القرار البنكي. مؤسسة الوساطة البنكية وضعت في شهر شتنبر 2009 آلية الوساطة البنكية بهدف حل حبي للمشاكل القائمة بين الأقراض وزبائنها، وتمت إعادة هذه الآلية في سنة 2013. أما القانون البنكي فيتعلق بالمادتين 158 والمادة 159 من القانون البنكي الجديد. المادة 158 من القانون البنكي الجديد: يجب على مؤسسة الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى حل الديون والنزاعات القائمة بينها وبين عملائها، ويتم تحديد كيفية سير هذا النظام بمنشور يصدره هو لبنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الائتمان. المادة 159: يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقييد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما، ولهذه الغاية يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة فعل المكان أو يطلب من المؤسسة المعنية موافاته داخل الأجال يحددها بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المدفوعة. أما فيما يتعلق بمديونية الأسر، وضع بنك المغرب مكتب الاستعلامات حول قروض كريدي بيرو بمبادرة من بنك المغرب. تم إنشاء سنة 2009 مكتب الاستعلامات حول القروض كريدي بيرو بهدف مركزة المعلومات الإيجابية والسلبية المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين والمعنويين. تعيد المستهلك بالقانون 31/08 القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك. كما أشكر السيد المستدعى أحد العراقي رئيس الجمعية المغربية للمستهلكين بفاس على تكبره على السفر للحضور والمشاركة معنا في هذا اللقاء الهام. كما أشكر المحيط الإقليمي والدولي، فقد ارتأى المشرع كما سبق السيد المندوب أن ذكر ذلك في كلمة السيد الوزير، ارتأى المشرع إقرار تشريع خاص بحماية المستهلك من خلال القانون 31/08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011. في هذا العرض الوجيز الذي ساتشرف بإلقائه أمامكم، سأتعرض لأهم محاور القانون 31/08 وبعض نصوصه التطبيقية، على أن سيتولى السيد المندوب بتقديم النصوص التطبيقية لهذا القانون، وخاصة القرارات التي صدرت عن وزارة الصناعة عن وزير الصناعة والتجارة فيما يخص بعض الممارسات التجارية. يتوفر المغرب على ترسانة قانونية تزيد عن 300 نص قانوني خاصة بمختلف مجالات حماية المستهلك. وقد جاء القانون كما قلت 31/08 القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011 لتتميم المقتضيات القانونية الموجودة. هناك عدة مقتضيات قانونية هي سائية بالمفروض وموجودة كما هو بالنسبة لقانون الزجر في البضائع، قانون الميتورولوجيا القانونية أو قانون مراقبة أدوات الوزن والقياس وغيرها من القوانين التي تصب في هذا الاتجاه وحماية المستهلك. هذا القانون جاء ليكمل هذه الترسانة، كما جاء أيضا لتعزيز حقوق المستهلكين التي كما ورد على لسان السيد الابتدائية الحقوق التي ذكرها القانون في الديباجة هي الحق في الإعلان، الحق في حماية حقوقه الاقتصادية، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار، ثم الحق في الإصغاء إليه. وهناك من الفقهاء من يضيف حقا سابعا لهذه الحقوق، لأن هذه الحقوق وردت على سبيل المثال إلى الحصر
لا سيما عندما ذكر القانون ولا سيما منها، يعني يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلال تعزيز حقوقه الأساسية ولا سيما منها. ذكر ستة حقوق، أما الحق السابع يعني يستنبط من خلال أن المستهلك له الحق في رفع دعوى التعويض عن مثلا المسؤولية التقصيرية أو عن يعني الضرر الذي قد يلحق به من جراء مثلا عدم